السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على كيفية إنشاء اختبار أو امتحان باستخدام سكراتش ومتعدد الإجابات كمان، وممكن إن إحنا نعمل فيه إجابة باللغة العربية أو بالإنجليزية زي ما أنت عاوز، يعني مش لازم أرقام بس. يلا بينا. هنختار طبعا الكائن اللي إحنا هيمثلنا، هنختار أي كائن مفيش مشكلة، ونختار الإيه الخلفية برضو المناسبة، هسيبك تختار الكائن والخلفية اللي أنت عاوزها. هبدأ هنا على طول على الإيه الشغل بتاعي. اول حاجه طبعا هنبدا اللي هو الايفنت بتاعي الوين لما ابدا اشغل المشروع. اول ما اشغل المشروع طبعا انا يفضل ان انا هبدا بعبارات الترحيب، ممكن ان انا اشتغل عبارات الترحيب من خلال الساوند، اعمل بلاي ساوند واعمل ريكورد واسجل الصوت بتاعي اهلا بيكم او مرحبا بيكم او كلام من ده، او ممكن ان انا استخدم على السي هلو او اهلا ومرحبا زي ما انت عاوز تعمل بقى، مفيش اي مشكله. طيب هنا اول حاجه هبدا اقولها اعمل له سؤال مبدئي، هاجي اقول له اسك ما هو اسمك، تمام كده، ما هو اسمك. طبعا هو كان كاتب واتس يور نيم، احنا هنكتب عربي هنخليها ما هو اسمك. طيب هو المفروض هيبدا اول ما يظهر له الاسك او السؤال هيبدا يجاوب. طب هيحصل ايه بقى؟ هنيجي هنا نقول له سي، هو هيقول لي مثلا اسمي احمد، هقول له اهلا احمد، اسمي يوسف، اهلا يا يوسف. طب اهلا يا يوسف هنكتبها هنا ديت؟ لا، وبعدين هو انا ما اعرفش اسمه هيبقى ايه، وبالتالي هنجيب الامر من الاوبريتنج هنا، نجيب الامر اللي اسمه جاين ونقول له هنا اهلا بك يا ايه بقى؟ حسب ما هو يقول، حسب ما هو يقول دي اللي ايه اجابته، يبقى حسب الانصر. تمام. وممكن اساله برضو عمرك كم ساعه عام او كم سنه، دي كلها مش هتفرق معايا في اي حاجه. طيب ممكن هنا اكبر هنا عشان يظهر المده الزمنيه، يعني تظهر الوقت كتير يعني شويه. طيب هنبدا نشتغل على الاسئله، هاجي هنا مثلا اساله اقول له اسك هوت ما هو حاصل ضرب العدد 4 في 4 يساوي، تمام، او ممكن نعمل يساوي 4 ضرب 4، تمام كده. وممكن ان انا اكتب العملية الحسابية، طب هنا ده عملية حسابية والنتيجة هتبقى 1. طب استنى بس هقول لك، هاجي اقول له هنا ان في احتمال ان هو طبعا يجاوب صح، وفي احتمال ان هو يجاوب ايه خطأ. نيجي هنا نختار الكنترول واخد قاعدة اف زين الس، وهنا هقول له الاحتمالات الاجابة الصح ايه، طبعا 4 في 4 ب16، تمام كده. لا طب بص كده معايا، هاجي هنا اجيب الامر اللي اسمه اور، واجيب الامر اللي اسمه ايكوال، واقول له هنا ادي في السنسنج لو الانصر بتاعه كان بيساوي مثلا 16، واروح واخد ديت حاططها في الاور في الاولانيه، وممكن اعمل دي دوبليكيت مثلا، انا مش محتاج المنصه في حاجه دلوقتي، واقول له هنا لو الانصر كان 16 احط دي هنا، يبقى اذا ممكن الانصر ينكتب رياضه او ممكن ايه كده. طب وممكن كمان ان انت تنزل دي كده وتاخد كمان من الاوبريتور واحده كمان اور اهيت، وتروح حاطط ديت هنا، او استنى اعمل دي دوبليكيت واكتب هنا 16، هنا طبعا تاء مربوطه ممكن اخليها تاء مفتوحه 16، واطلع كل واحده احطها في مكان اهيت، دي هنا ودي هنا. يبقى هنا انا عندي 3 اجابات، ولو عاوز 20 اجابه مفيش مشكله. يبقى هنا تنفع ان احنا نستخدم اهو العمل، لو انا عندي عاوز اكتب باللغه العربيه امتحان باللغه العربيه مفيش مشكله خالص. طيب واجي هنا هقول له ايه؟ هقول له بقى زي ما انت عاوز، ممكن ان انا اعمل برودكاست، وممكن ان انا اسسها واقول ايه مثلا احسنت او برافو او كده، هكتب هنا برافو برافو، تمام. وهنا الناحيه التانيه هقول له هنا حاول مرة أخرى، أو ممكن أقول له أخطأت، تمام. وممكن أروح جاي مزود هنا فاريبل متغير، و
وسميه النقاط، درجات يعني او الدرجة. واجي هنا في الاول خالص احط السيت هنا، اجعل النقاط. انا بادئ من كام؟ بادئ من صفر. طيب وهنا لما انت فزت هروح مزودك هنا مثلا قبل ما تظهر، ازودك درجة ماشي. ولو انت خسرت ممكن اروح جاي خصم منك نقطة، او ما خصمش عادي زي ما انت عاوز، يعني ديت حاجة خاصة بيك. اعمل هنا سالب واحد. تعالوا كده حضراتكم نجرب. هبدأ هنا اهو تشغل المشروع، اعمل في وضع التكبير كده. هنا طبعا بقولك اسمك، اقول هنا يوسف، واعمل هنا اوكي اهلا بك يا يوسف. هنا هيبدأ يسألني سؤال، ما هو حاصل ضرب العدد كده بكده. هكتب مثلا هنا 7، قال لي حول مرة أخرى وبس. بس خلي بالك هو هنا نقصني نقطة، بس ما ادانيش السؤال مرة تانية. طيب تعالى كده نبدأ تاني معلش. أهلا، ما هو اسمك؟ أمين. أهلا يا أمين. أدي هنا 4 × 4 = 16. طب هنكتب 16، برافو تمام، واداني نقطة هنا برافو. طيب بص كده بقى، طب هنا انا عاوز ايه رأيك كمان؟ طبعا احنا كنا كاتبين هنا لو انا عاوز كمان، لو هو اجا كان الاجابة خاطئة، يعني هو هنا انت قلت له هنا حاول مرة اخرى، حاول مرة اخرى دي يعني يعني المفروض ان السؤال بتاعه ينعرض مرة تانية. طب اعرض له السؤال ده ازاي؟ بص حضرتك السؤال كان بادئ منين؟ من اسك صح كده؟ هنيجي عند اسك هنا ونعمل دبليكيت. خد كل الكود ده هو تحتيه بقاعدة اف كاملة، هسحب ده كده واجي هنا براحت بحاول مرة اخرى واحطه هنا. طب ايه يحصل؟ تعال نجرب كده. ما هو اسمك؟ امين. اهلا بك تمام. ما هو حصل 4 × 4؟ هكتب مثلا 8. بص كده حاول مرة اخرى. طب شوف دي بقى، ما هو حصل وعمل ايه؟ نقصنا واحد وجاب لي السؤال مرة اخرى. اكتب هنا 16، برافو. خلي بالك انا كنت كاتب ايه 16، يعني كنت كاتب بالعربي تمام. وبالتالي هنا اصبح ان انت ممكن تكتب بالعربي، تكتب بالانجليزي، تكتب بالارقام، ممكن ان احنا نحط برضو الاعداد بالايه بالانجليزي زي ما انت عاوز بقى اعمل، مفيش مشكله. طبعا كل اصبح كده انا اول سؤال اهوت في الامتحان هبدا ان انا اعمل اسك نفس الحدوته كده تاني من اول اسك اهوت، وابدا اكرر الايه الاسئله بقى خلاص، مش عاد في صعوبه في الامتحان. هكرر نفس السؤال مرة تانية وتالتة ورابعة، مفيش أي مشكلة أهو. مثلا هنا ما هي وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر؟ تمام. هنا طبعا ممكن هيكتب الانسر البروسيسور، او هنكتب هنا مثلا السي بي يو. وممكن برضو كمان تحط من ضمن الاختيارات بتاعتك اللي هو ايه احتمال ان هو يكتبها كابيتال مش سمول. يبقى انت زي ما انت عاوز تعمل اعمل، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تعملها كابيتال تعملها سمول تعمل اللي انت عاوزه، اي حاجه مفيش اي مشكله فيها. CPU مفيش مشكلة، أي احتمال عندك في الاحتمالات أنت إيه اعمله مفيش أي مشكلة خالص. هنا اهوت. طيب هنا برافو، هنا حاول مرة أخرى. هنروح جايين إيه شايلين من أول هنا رامينها بره كده، واخدين من أول أسك اهوت دبليكيت، وأروح حاططها تحت السي اهوت، ما عادش في مشكلة خالص. نيجي نجرب كده مثلا السؤال التاني، ما هو اسمك؟ أمين. أهلا بك تمام يا سيدي مفيش مشكلة. ايه هو حاصل ضرب 4 × 4؟ هنكتب مثلا 6 بالتاء المربوطة، هنا طبعا كاتب انجليزي عشان الشدة غلط، 6 تاء مربوطة 10. وبرضه ممكن تكتبها بمسافة ومن غير مسافة، هنا برافو اهوت. طيب ما هي وحدة المعالجة المركزية؟ هكتب مثلا 7، اجابة خاطئة. حاول مرة أخرى وعمل ايه؟ هيعيد لي نفس السؤال اهوت. هنكتب مثلا هنا البروسيسور أو أكتب سي بي يو. برافو تمام. يبقى احنا ممكن نعمل امتحان كامل اهو، وهنا في تصحيح الاخطاء، وممكن انت زي ما انت عاوز. بعد كده في النهايه خالص هنبدا هنا اي خالص بعد ما اخلص حاجه اقول له
وقتين هيفوز بقى اف لو النقاط بتاعتك او الدرجات زي ما انت تسمي المتغير مفيش مشكله، لو اي هنا الفاريبل، لو النقاط مثلا انت شوف عدد الاسئله واخصم منه عدد معين، مثلا لو انت عامل 50 سؤال وكل سؤال عليه درجه، هنفترض مثلا ان هو لو جاب 45 يعني هتسيب له 5 سماح 5 درجات. لو انت النقاط بتاعتك بتساوي 45 ممكن اعمل برودكاست واعمل كائن تاني واعمل شهاده تقدير زي ما كنا عملنا في مشروع قبل كده، او ممكن ادي هنا بس كده اقول له ايه الف مبروك، او انت الفائز، انت الرابح، انت اي حاجه، انت الفائز. طيب هو مبروك وهو الفائز، وممكن ازود دي بس عشان تقعد مده طويله على الشاشه. خلصت يا عم مش عارف في حاجه من الكنترول واقول له كده شكرا ستوب اول. طيب وقتين يخسر، طب ما انت عامل له بالسالب صح، وقتين يخسر بقى اقول له اعمل دي دبليكيت اهيت، واقول له لو النقاط بتاعتي سالب 10، لو انت جبت 10 حاول من جديد ووقف اللعبه. تمام كده، يبقى انت لو جبت 45 هيقول لك انت الفائز، لو جبت اقل من سالب 10 هيقول لك حاول من جديد. اتمنى يسعد حضراتكم المشروع، ما تبخلش علينا بالاعجاب واشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.